ورح ننتقل لمحطتنا التالية بمشاركة 9 فرق من طلاب المركز الوطني للمتميزين الصفين الثالث والثاني الثانوي. تطلق هيئة التميز والإبداع عن بعد المسابقة التجريبية لأولمبيات النمذجة الرياضية المؤهلة إلى المسابقة العالمية التي ستجرى في الصين أواخر الشهر الجاري. لنتعرف أكثر عن المسابقة التي تمت عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، معنا عبر الهاتف الدكتور مثنى قبيلي مدير المركز الوطني للمتميزين في محافظة اللاذقية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم ولجميع مشاهدي للتاريخ. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. بداية خلينا نعرف من حضرتك أكثر عن أولمبياد النمذجة الرياضية اليوم. طبعا خلينا نبدأ بس هيك لو شغلة صغيرة عن مفهوم النمذجة الرياضية. طبعا النمذجة هي تطبيق الرياضيات في معالجة مشاكل واقعية في الحياة عن طريق تحويل المشكلة الحياتية إلى مسألة رياضية، ومن ثم التعامل مع هذه المسألة وحلها واختيار أفضل الحلول الذي يتناسب مع طبيعة المشكلة. بمعنى ثاني هي تحويلها الظاهرة المدروسة اللي يمكن أن تكون طبيعية أو فيزيائية أو كيميائية أو حيوية أو إلى آخره إلى صيغة رياضية. وبما انه في عصر المعلومات الحاليه فنحن يعني راح نستخدم الحاسب للمساعده في تحويل هذه الظاهره الى شكل رياضي واختيار مختلف الحلول المفترضه بسبب امكانياته الحسابيه العاليه والدقيقه. نعم دكتور، خلينا نحكي عن أهمية المسابقة اليوم بالنسبة للطلاب. يعني دائما تعودنا على طلاب الأولمبيات العلمي والتميز يلي بيكون بكل المجالات، وهلأ عم نشوف التميز أيضا باستخدام التكنولوجيا وعن بعد. خلينا نحكي عن أهمية هاي المسابقة لو سمحت. تمام. هلأ باعتبار نحن يعني هدف المركز بشكل أساسي هو تنمية مواهب وقدرات الطلاب في المجالات المعرفية والبحثية، وعلى اعتبار أن النمذجة عم تسهل في تنمية الفهم والتفكير، وكأن الرياضيات يعني هي أم العلوم، خصوصا عم تلعب دور هام كثير في عصر المعلوماتية. قمنا في المركز في الفترة الماضية من خلال جلسات الإسرائي لطلاب الصفين الثاني عشر والثالث عشر العمل على تعميم ثقافة النمذجة الرياضية وتعليم الطلاب مهارات علمية واسعة، طبعا عن طريق فريق نحن مكون كان معنا من الزميل العزيز دكتور محمد خير محمد اللي هو اختص في النمذجة والمحاكاة ومدرسي فيزياء ورياضيات المعلوماتية في المركز. كان الهدف الرئيسي هو تمكين طلابنا من اكتساب مهارات التفكير العلمي والابتكار ومهارات التفكير العليا والبحث العلمي اللي هو معتمد بشكل اساسي على حل مشكلة اتخاذ القرارات. طبعا بالاضافة الى اهمية العمل التعاوني اللي عم يصير عندي العمل ضمن فريق واللي هي كان من صلب المسابقة عندنا ضمن المركز. طيب دكتور خلينا نحكي عن آلية اللي تمت للمسابقة عن بعد نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا اليوم. تمام. طبعا نحن كانت المسابقة يعني خلينا نسميه نحن هذا الأولمبياد كان بالتعاون ما بين إدارة الأولمبياد العلمي السوري مع المركز الوطني للمتميزين وبإشراف هيئة التميز والإبداع. نحن كنا مقررين كانت المسابقة على أساس اللي هي حتكون كانت مسابقة النمذجة الرياضية الوطنية التجريبية الأولى، كانت مقررة بيوم السبت 4 نيسان لمدة 5 ساعات متواصلة ضمن المركز. لكن بسبب الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وما أقرته الحكومة السورية قررنا إحنا أنه نصمم مسألة مشابهة للمسألة العالمية. هذه المسألة تقام عن بعد. طبعا شاركت عندنا 9 فرق، 6 فرق من الصف البكالوريا أو 13 و3 فرق من الصف اللي هن 11 الموجودين عندنا في المركز. انطلقت المسابقة صباح يوم الأربعاء 15/4 الساعة 8 صباحا. قمنا بإرسال مسابقة عبر إيميل رسمي لكل فريق. كل فريق مكون من 4 طلاب، طبعا كل طالب عم يشارك من منزله. عم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الأخرى للعمل ضمن فريق متعاون مع بعضهم البعض. انتهت المسابقة يوم الاثنين الماضي. إن شاء الله يعني 25 أو 26 شهر راح تطلع معنا النتائج، طبعا كل فريق سلم تقرير، هذا التقرير مكون من 20 صفحة على حد أعظمي. هو عبارة عن بحثه اللي كان فيه بالإضافة إلى استخدام النمذجة الرياضية، الموديل الرياضي اللي هو استخدمه، استخدم برامج حاسوبية لإثبات نظريته ضمن الإطار. نعم دكتور، خلينا قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك نحكي عن فكرة المسابقة العالمية اللي رح تجرى بالصين أواخر الشهر الجاري وعن المشاركة فيها. تمام. طبعا هلا بالصين
الأمريكية تقريبا بدأوا بعام 2012 لكن انتشرت عالميا بشكل رسمي اعتبارا من عام 2015، وعندنا هلا حوالي 40 45 دولة عم تشارك ضمن هذه المسابقة. المسابقة بالصين لهذا العام كانت مقررة بين 9 آذار إلى 2 أيار، لكن بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا مددوا حتى 22 أيار. للمشاركة بهذه المسابقة طبعا نحن هيئة التميز والإبداع هي الممثل الرسمي للجمهورية العربية السورية. المسابقة الفريق تتكون من 4 أشخاص مع شخص أكاديمي مشرف على هذا الفريق. طبعا بحق لنا نحن في الجمهورية العربية السورية مشاركة الفريقين. المسابقة هي من يوم اللي بتدخلي فيه على تسجيل المسابقة يعطوه الفريق 5 أيام للعمل بشكل متواصل. طبعا كانت الشروط السابقه انه هذه الاي 5 ايام ان تكون في مكان محدد مزودين بجهاز حاسوبي الى اخره، لكن بسبب الاجراءات الاحترازيه ايضا على مستوى العالم هذه المسابقه حتكون عن بعد. فريق يشارك من بيته بنفس الاليه اللي اخذنا فيها المسابقه المحليه، راح يعد تقرير هذا الفريق عن مساله معينه. مجرد التسجيل على هذه المسابقه يقومون بارسال مساله على ايميل الفريق اللي هو حيكون مشارك. نعم. إن شاء الله مشاركتنا حتكون في أواخر الشهر، يعني مجرد إصدار النتائج حنكمل إجراءات التسجيل للفريقين اللي راح يطلعوا المركزين الأول والثاني بالمسابقة الوطنية. نقوم بإنهاء عمليات التسجيل وإن شاء الله نبدأ في المشاركة يعني أواخر هذا الشهر ولمدة 5 أيام متواصلة. نعم، يعني بدنا نشكرك دكتور مسنى القبيلي، كنت معنا من اللاذقية المدير المركز الوطني للمتميزين، وبنتمنى أكيد التوفيق لكل طلابنا بكل مجالات التميز والإبداع. شكرا لك.